صندوق مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ خالد برحب بيك، وارقام كبيره وتسعد الاهلاويه في كل مكان، لكن امين صندوق وعندك بقى 900 مليون وعقود مميزه ولسه في ارقام تانية. تعليقك بعد اولا نهايه الجلسه الخاصه بالمظاريف الماليه الخاصه بالبث الفضائي. طبعا فخر لينا كاعضاء نادي الاهلي، مش مجلس اداره ولا حاجه، ان هو ده قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، والدليل اهو احنا لسه بعد ال 500 و 400 احنا لسه عندنا الاسوار وعندنا حقوق تانية كتير، يعني باذن الله هنتخطى المليار بكتير. سعداء بان احنا بنقول في خلال 4 سنين عندنا تدفقات نقديه ثابته ان شاء الله بتساعدنا في تطوير نادي الاهلي في جميع اوجهه، انشائيه ورياضيه واجتماعيه. لنا خطه لـ4 سنين دي هتساعدنا في تطبيق هذه الخطه، والحمد لله يعني احنا كل مدى بنحس ان احنا نادي الاهلي لسه عنده اكتر من كده وكتير. الجميل كمان في الرقم، الجمهور حتى لو يركز معانا وبيتابع العاب الصالات بيبقى دايما فيه اهتمام بمباريات الاهلي في كره الطايره وفي السله وفي اليد. انتوا ما رحتوش لمرحله انك تبيع مباريات الاهلي في الدوري العام. التفكير والتارجت كان رايح في اطار تاني مختلف، وده لاول مره بيتم في عقد البث الفضائي. طبعا شركه بريزنتيشن شركه كبيره، واحنا لقينا تجاوب معاهم جدا، والحقيقه هم يعني ما تعبوناش، يعني هم الناس كانوا متعاونين ومتجاوبين معانا كويس، وحسوا بان احنا الاثنين احنا عملنا لصالحنا ولصالحهم وصالح الرياضه في مصر عامه. النهارده يعني ما بصيناش للكوره بس، ما بصيناش لفلوس بس، احنا بصينا ان احنا ودي خطتنا ان احنا ننهض بالالعاب الجماعيه عامة. فلما يكون هم الماتشات اللي هي هيبقى ليهم الحق في اذاعتها على الهواء هناخدها نذاعها في قناه الاهلي، ده من ضمن الباكج اللي احنا خدناها. فطبعا يعني الحمد لله تعاون مثمر وفكر موحد، ورايحين لسبب مهم ان هو احنا بنبص للصالح العام سواء لينا او ليهم او للرياضه عامة يعني. واهتمامك كمان ان الالعاب دي والمباريات على قناه النادي الاهلي بيت الاهلاويه، من خلالها الناس تشوف مباريات الاهلي، تشوف باقي مباريات الدوري، تتابع العاب الصالات. انت بتعمل خدمه يعني، انت كناحيه ماليه تنميه موارد، وخدمه كمان لجمهور الاهلي ان هو بيتابع قناته وبيشوف كل الاحداث الرياضيه من خلالها. لا طبعا، ما احنا الفكر ان احنا كمان قناه الاهلي لسه ليها بعد اكتر من كده، في خطه لتطوير القناه ترجع زي ما كانت قبل كده، وان شاء الله الناس هتحس بان هناك فرق كتير يعني. وطبعا وجود ده اضافه كبيره جدا، فاحنا بنقبل باذن الله القناه كده تعود الرياده، وهي ما زالت يعني ان شاء الله الناس حاسه ان في تطوير، فبنامل كده ان يا رب تكون فتحه خير ل4 سنين فيها تطوير في جميع النواحي باذن الله. فاجئت الناس بالرقم بصراحه. انا عايز اقول لك يمكن الحاله دلوقتي 400 مليون ناس يا جماعه، انت بتتكلم في بث فضائي، انت بتتكلم لا بطوله الدوري نفسها لما ابيعت خلال السنوات السابقه ما كانتش بقيمه هذا المبلغ، فبالتالي بتتكلم على المنتج الاهلي وصلتوا بيه بمرحله وارقام قياسيه كبيره جدا يا استاذ خالد. الحمد لله يوم الاربعاء جبنا 500 للرعايه، النهارده 400 للبث الفضائي، عندنا لسه حاجات كتيره، لسه الاسوار ولسه يعني مش عايزين نكشف ورقنا كله دلوقتي، بس باذن الله يعني احنا هنتخطى المليار بكتير، وكله بيعود للنادي الاهلي واعضائه والجمعيه العموميه والرياضه عامه، لان الحاجات دي بجد ليها خطه مثمره باذن الله، ونامل كده ان يكون في موارد جديده باذن الله برضو ان شاء الله. دي الجزئيه حتى اللي كنت باكد بيها قبل الهوا استاذ خالد، واحنا بنتكلم على ال 500 مليون نص مليار، هي الفكره الرقم كبير، بس انت بعت ايه بالمقارنه بما سبق، انت بعت ايه برضو، لان انت لسه عندك حاجات كثيره موارد اخرى لسه هتسوقها، ويبقى في ارقام ثانيه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. احنا عندنا خطه استثماريه كبيره يعني، وزي ما بقول لك ما تخليناش نقول كله دلوقتي، احنا عايزين نسعد الناس اول باول كده ان شاء الله، فبنامل كده يا رب مزيد من الايرادات وتنميه الموارد، وطبعا لجنه تنميه الموارد كده هتسعد جدا بهذا الخبر. فان شاء الله الدكتور فاروق العوده كده يعني، والاستاذ ياسين منصور والاستاذ محمد نجيب دول اعضاء لجنه تنميه الموارد، فلما يوصل لهم ان شاء الله يعني هذا الخبر هيسعدوا جدا، لان هم اللي عندهم حاطين خطه طموحه برضو للتطوير ان شاء الله. كانت اجتماعات مثمره يا استاذ خالد خلال الساعات السابقه في الرعايه وفي البث، ما كنتوش بتنام واعتقد الفتره الاخيره، واجتماعات طويله وبتعيد المزايد عشان توصل للرقم اللي انت عايزه وتحقق التارجت اللي انت محتاجه الفتره الجايه. احنا يوم الاربعاء انا وكابتن الخطيب يا دوبك اتسحرنا في العربيه، لان وصلنا في بيوتنا والاذان بيد، فعبال ما خلصنا لجنه الرعايه
ومجلس الاداره. فيا دوبك يعني فعلا كان وقت مجهد، وان شاء الله بس بدام بنوصل للاخر لحاجه كويسه وحاجه قيمه كبيره ورقم قياسي بنبقى سعداء، ولا بيهمنا الوقت ولا حاجه. الشعار اللي احنا بنتكلم قدامه ده يا استاذ خالد، قيمته والتارجت بتاعه وقيمته في الوسط وفي القاره الافريقيه وفي الوطن العربي، وحضرتك بتسافر بره بتشوف قيمه الاهلي، ما بتلاقي الافارقه الاولاد الصغيرين لابسين تيشيرت الاهلي، ده بيبين لك عظمه هذا المكان وعظمه هذا الكيان يا استاذ خالد. العظمه هي بتنعكس في الارقام اللي انت شايفها، ده دليل يعني. انما احنا فعلا لما بنروح اي بلد في افريقيا مع تلاقي الناس واقفه في المطار، واقفه عند الاوتيل اللي احنا نازلين فيه، عارفين النادي الاهلي وعارفين اللعيبه بالاسم، وتلاقي اطفال صغيرين افارقه كده وفرحانين بالنادي الاهلي. ويعني اقول لك ان احنا في وقت من الاوقات بندخل المباريات هناك بيشجعونا احنا ما بيشجعوش فريق. فيعني طبعا لا، النادي الاهلي قيمه كبيره واسم كبير، ويا رب كده يزيدوا دايما، ونامل بقى ان احنا نرجع للاميره الافريقيه ان شاء الله. يعني اكتر من كده انت تعدي بقى المليار، ده قيمه البطوله الافريقيه بتزود كمان. النادي الاهلي اسمه بيزيد من ايه؟ من بطولاته. كل ما زادت بطولاته ده استثمار. يعني احنا لما بننفق في الرياضه وفي كرة القدم بيعود عليك في حق الرعاية، بيعود عليك في قيمة مبارياتك نفسها، بيعود عليك في 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 يعني اسم النادي الاهلي. كما تبيع بقى شعاره وتبيع وتسوق اي حاجة في عليها شعار النادي الاهلي، دي طبعا هو ده بينعكس من كده. ما هو الاسم ده بيجي منين؟ من نتائج النجمة الرابعة، الاكثر تتويجا بالبطولات، فكل ده بيزود من قيمة النادي الاهلي، بيزود من قيمة من اسم النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي، بيرجع في الاخر يعود بقى بارقام نقدية. سعيد، انا بشكرك واتمنى لك التوفيق، وعندك بقى مبلغ وقيمه كبيره الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله نستعيد بها بطولات وارقام كثيره الفتره الجايه. شكرا، الف شكر، مبروك لكل الاهلاوي في مصر. شكرا جزيلا. شكرا جدا. لقاء مهم جدا مع الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي.